بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات الصف الثاني المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا في درس جديد اليوم بمادة العلوم، وموضوع درس بعنوان جهاز الدوران، الجزء الثاني تقريبا من هذا الدرس، والذي سوف نتكلم فيه بمشيئة الله عن فصائل الدم، وكذلك أمراض الدم، وكذلك القلب. بمشيئة الله سنتعلم اليوم أهمية التعرف على فصيلة الدم قبل عملية نقله من شخص إلى شخص آخر. كذلك سنتعرف على بعض أمراض الدم الوراثية، نأخذ عليها أمثلة، ثم نقارن بين الأوعية الدموية والتي تضم كل من الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية من حيث الوظيفة والتركيب. أيضا إن شاء الله سنتطرق إلى التعرف على أقسام القلب وكيفية حركة الدم داخله. كلنا نعلم أن الإنسان معرض للأخطار، سواء كان الحوادث أو الأمراض التي تتطلب بعضها إجراء عمليات جراحية. طبعا إجراء العمليات الجراحية سيتعرض فيه ذلك الشخص أو ذلك المريض إلى فقد كمية من الدم أثناء إجراء العملية. طبعا عملية فقد الدم هذه قد تكون كبيرة، فيجب تعويض ذلك المريض بكميات أخرى من الدم من خارج جسمه. يعني على سبيل المثال، من متبرع، هل الدم هذا الذي سينقل إليه أو سينقل إليه من ذلك المتبرع ملائم أو مناسب لجسم هذا الإنسان الذي يتم إجراء العملية له؟ ربما قد يكون مناسب وربما قد يكون غير مناسب، ولكن قبل نقل الدم من متبرع إلى مريض يجري عملية، لابد من التأكد من أن فصيلة الدم تلك مناسبة لفصيلة دم ذلك المريض، وإلا ربما لا سمح الله عندما نريد أن ننقل دم لسنا متأكدين من نوعيته إلى مريض آخر قد لا يوافق جسمه، قد يؤدي ذلك إلى موت ذلك المريض نتيجة تخثر للدم. إذن في العمليات الجراحية يحتاج المريض إلى دم لتعويض ما سيفقده أثناء العملية. هل يعطى المريض دم من أي متبرع بشكل مباشر ولماذا؟ طبعا زي ما ذكرنا، لا، حتى نتأكد من فصيلة الدم. لماذا؟ لكي لا يحدث عملية تخثر للدم أو رفض جسم ذلك المريض الذي يجري العملية لذلك الدم، وبالتالي لا يستفيد منه. إذن دعونا نتعرف الآن على فصائل الدم، ونتعرف أيضا هل يمكن نقل الدم من متبرع إلى إنسان يحتاج إلى ذلك الدم بشكل مباشر، أما أن هناك قواعد تحكمنا في عملية نقل الدم من متبرع إلى شخص آخر. العلماء توصلوا إلى أن فصائل الدم، وقسموا فصائل الدم إلى 4 فصائل. طبعا تم تقسيمها بناء على مولدات نوع من أنواع البروتينات سموها مولدات الضد. مولدات الضد هذه توجد على كريات الدم الحمراء، كريات الدم الحمراء، وهي عبارة عن بروتين. لاحظوا معي، فصيلة الدم هذه موجود فيها بروتونين، موجود على سطح كريات الدم الحمراء، وعطوها الرمز AA. طبعا AA لوجود البروتينين الاثنين. فصيلة دم أخرى يوجد عليها بروتونين مختلفين من نوع BB، يعني عطوها الرمز BB. فصيلة دم أخرى موجود عليها نوعين مختلفين من البروتينات، أحدهما أعطوه الرمز A والآخر B، كأنه مشترك ما بين هذه الفصيلة وهذه الفصيلة. كريات دم حمراء وفصيلة دم أخرى خالية تماما من البروتينات، يعني ما يوجد عليها بروتين، ولذلك أعطوها الرمز O، أو بمعنى آخر 0، يعني 0، يعني ليس عليها بروتينات. الآن وجد العلماء أن فصيلة الدم التي فيها بروتينين من نوع EE بإمكانها أن تمنح الشخص الذي فصيلة دمه من نوع EB.
لماذا؟ لأن البروتين الموجود على فصيلة الدم A هو موجود أصلا على فصيلة الدم AB، فبالتالي عندما ينتقل هذا الدم الذي يحتوي على هذا البروتين إلى هذا الشخص سيكون الوضع عادي، لأن أصلا عنده نفس النوع، وبالتالي لا يحدث أي تعارض في جسمه. أيضا الشخص الذي فصيلة دمه من نوع AA ممكن يعطي نفسه. كيف يعني ممكن يعطي نفسه؟ يعني لو في شخص يحمل نفس فصيلة الدم بإمكانه أن يتبرع لهذا الشخص بشكل مباشر. إذا فصيلة الدم هذه ممكن تأخذ من شخص آخر له نفس الفصيلة، وممكن أيضا تعطى لشخص آخر فصيلة دمه من نوع AB. طيب نشوف فصيلة الدم BB، يعني لو شخص عنده هذه الفصيلة هل بإمكانه أن يتبرع لهذا الشخص الذي فصيلة دمه AB؟ طبعا نعم ممكن. لماذا؟ لأن هذه البروتينات الموجودة في كريات الدم الحمراء عنده على السطح طبعا هي نفسها تقريبا موجودة في فصيلة الدم لدى هذا الشخص الآخر. يعني لاحظوا عندي هنا بي، هي نفسها بي، إذن ممكن هذا الشخص يتبرع لهذا الشخص ويكون الوضع طبيعي. طيب هل ممكن هذا الشخص الذي فصيلة دمه بي بي أحد يتبرع له من نفس الفصيلة؟ طبعا نعم، يعني لو في شخص آخر عنده نفس هذه الفصيلة بإمكانه أن يتبرع لهذا الشخص بشكل مباشر، يعني أيضا يعطي نفسه. طيب نجي نشوف الإنسان الذي فصيلة دمه AB، هل ممكن يعطي نفسه يعني يتبرع لنفسه أو من شخص آخر يحمل نفس الفصيلة؟ طبعا مؤكد، لأن عندما يتبرع من نفس الفصيلة هيكون عنده نفس النوع من البروتينات. طيب نأتي الآن إلى فصيلة الدم O، أو بمعنى آخر صفر أو زيرو، وكلمة O تعني زيرو، يعني لا يوجد بروتينات على هذه الفصيلة أو على كريات الدم الحمراء في تلك الفصيلة. طيب هل ممكن هذه الفصيلة اللي هي فصيلة الدم O تعطى للذي فصيلة دمه AA؟ طبعا نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه ما عليها بروتينات، وبالتالي عندما تنقل هذه الفصيلة إلى إنسان يحمل هذه الفصيلة ما في أي شيء يؤثر على الدم، يعني سيتقبلها بكل سهولة. طيب هذه الفصيلة اللي هي O اللي ما عليها بروتينات هل ممكن أعطيها لإنسان فصيلة دم BB؟ طبعا أيضا نعم، لأن ما في بروتينات، ما في مولدات ضد عليها، وبالتالي سيتقبلها هذا الإنسان الذي فصيلة دمه BB. طيب هل ممكن نقل هذه الفصيلة التي لا يوجد عليها بروتينات اللي أعطيناها زيرو أو O، هل ممكن نقلها إلى إنسان فصيلة دمه AB؟ أيضا نعم، لأن ما في مولدات ضد، وبالتالي سيتقبلها الجسم. أيضا يمكن أي إنسان فصيلة دم O أن يتبرع إلى شخص آخر يحمل نفس الفصيلة، يحمل نفس الفصيلة من الدم. طب ركزوا معي الآن شوي في الرسم، لاحظوا معي الـ O اللي فصيلة دمه O يعطي أي إنسان فصيلة دمه AA، كذلك يعطي أي إنسان فصيلة دمه BB، أيضا يعطي أي إنسان فصيلة دمه AB. ما دام أنه يعطي كل هالأنواع من فصائل الدم إذا نسميه مانح، يمنح، مانح، يمنح جميع الأشخاص. طيب ركز معي الآن على فصيلة الدم AB، لاحظ الإنسان الذي فصيلة دمه AB بإمكانه أن يستقبل من الإنسان اللي فصيلة دمه AA، أيضا يستقبل من الإنسان الذي فصيلة دمه O، كما أنه أيضا يستقبل من الإنسان الذي فصيلة دمه BB. إذن يستقبل من الجميع، AB اللي فصيلة دمه يستقبل هذا من الجميع، طالما أنه يستقبل من الجميع إذن نسميه مستقبل. هذا الكلام تقريبا موجود أمامنا في الجدول. هل حسب نوع فصيلة الدم لديك
بإمكانك أن تحدد من مين تستقبل وإلى مين ستمنح ذلك الدم. طيب نتأكد كتقويم لما سبق، أي الفصائل التالية يمكن أن تستقبل من جميع الفصائل؟ تستقبل من جميع الفصائل، هل الذي فصيلة دمه AB أم الذي فصيلة دمه O أم B أم A؟ طالما أنه يستقبل من جميع الفصائل، إذا لابد أنه ذلك الإنسان الذي فصيلة دمه AB. الدم عضو من أعضاء الجسم، يتكون من مجموعة من الأنسجة، ومثله مثل أي عضو آخر في جسمي وجسمك معرض للإصابة بالأمراض، أجارنا الله وإياكم منها. طبعا احنا كيف نميز بين إنسان خلايا دمه سليمة وإنسان آخر مصاب بمثل هذا المرض؟ من خلال فحص تلك الخلايا، خلايا الدم الحمراء تحت المجهر، فإن كانت قرصية الشكل مستديرة فهي خلايا دم سليمة، أما إذا كانت تشبه الشكل التالي على شكل هلالي فإنها تكون في هذه الحالة مؤشر على إصابة الإنسان بمرض. هذا المرض أطلق عليه اسم خلايا دم منجلية. النوع من هذه الأمراض مصاب معظم الناس الأيام، وتتفاوت درجات الإصابة، لذلك نسميه مرض فقر الدم البسيط، أو بالاسم العلمي يسمى الأنيميا. فالأنيميا مرض يصيب أي نوع من مكونات الدم، اللي نشاهده في الصورة إنها تصيب خلايا الدم الحمراء. إذن الأنيميا أو فقر الدم مرض يصيب خلايا الدم الحمراء. هناك نوع آخر من الأمراض يصيب الدم غير خلايا الدم الحمراء، هذا المرض أجارنا الله وإياكم منه، يسمى اللوكيميا. اللوكيميا وهذا اللوكيميا بشكل عام يسمونه مرض سرطان الدم. إذا يجب الآن أن نفرق ما بين الأنيميا واللوكيميا، فالأنيميا تصيب خلايا الدم الحمراء، بينما اللوكيميا تصيب خلايا الدم البيضاء. يلا نتشارك في الإجابة على هذا السؤال. الأنيميا مرض يصيب كريات الدم البيضاء، خلايا الدم الحمراء، البلازما، أم الصفائح الدموية؟ طبعا كلنا نعرف الإجابة، الأنيميا مرض يصيب خلايا الدم الحمراء. نأتي الآن إلى جزئية مهمة جدا كنا قد تطرقنا لها سابقا بشكل عام، واليوم سنحاول إيضاح بعض التفاصيل حول هذه الجزئية، والتي تتعلق بالشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. طبعا كلنا عرفنا أن الأوعية الدموية ثلاثة أنواع، وعاء أعطيناها اللون الأحمر في الرسم هنا، وهذه الأوعية التي باللون الأحمر منتشرة في الجسم سميناها الشرايين، وأوعية أعطيناها باللون الأزرق سميناها الأوردة، والتي تتفرع منها إلى أجزاء أصغر فأصغر سميناها الشعيرات الدموية. من باب المعلومة فقط، طبعا لماذا أعطيت اللونين الأحمر والأزرق؟ الأحمر دليل على شرايين تحمل أكسجين، تحمل أكسجين، ولذلك الدم الذي يحمل أكسجين يكون لونه في حالة النزف يميل إلى اللون الفاتح، ما دام أنه يميل إلى اللون الفاتح هذا مؤشر على أن تلك الإصابة قد حدثت في شريان، سواء كان هذا الشريان شريان سميك أو كان على شكل شعيرات دموية. أما التي أعطيت اللون الأزرق فهذا دليل على أنها أوردة، وهذه الأوردة تحمل دم محمل بثاني أكسيد الكربون، ولذلك يبدو الدم في هذه الحالة مائل إلى السواد، إلى السواد، يكون لونه غامق شوي أو داكن، عشان كده أعطيناها اللون الأزرق. طيب من إحدى مكونات الجهاز الدوري، من إحدى مكونات، طبعا قلنا الجهاز الدوري يتكون من ثلاثة أقسام، ذكرنا منها القلب والدم، وأخيرا هذا الجزء اللي احنا بصدد الحديث عنه اليوم اللي هي الأوعية الدموية.
من إحدى مكونات الجهاز الدوري الدموي تسمى الأوعية الدموية. دعونا الآن نتعرف على الأوعية الدموية بالتفصيل. أول نوع من هذه الأنواع من الأوعية الدموية سميناها الشرايين. الشرايين بصفة عامة وظيفتها الأساسية أنها تقوم بنقل الدم بعيدا عن القلب، يعني تأخذ الدم من القلب وتذهب إلى جميع أنحاء الجسم. إذن وظيفتها الأساسية تنقل الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، وبالتالي فإن هذا الدم يكون محمل بماذا؟ محمل بالأكسجين، عدا طبعا شريان واحد يحمل الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون من القلب إلى الرئتين، لكنه هو هذا فقط، ولا البقية الشرايين تنقل الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، طبعا الدم المحمل بالأكسجين. بش تتميز الشرايين؟ تتميز بأنها سميكة، جدرانها يعني سميكة كما تلاحظون، وهي مكونة من نسيجين، نسيج ضام وعضلة ملساء علشان تعطيها تلك السماكة. طيب ما الحكمة من كونها سميكة؟ أيوة، يعني عندما يضخ الدم أو يضخ الدم من القلب فإنه يكون أو تكون عملية الضخ قوية، وبالتالي يجب أن يكون الشريان سميك علشان يتحمل قوة الضخ تلك القادمة من القلب. إذا الشرايين أوعية دموية تحمل الدم بعيدا عن القلب، يعني قلنا من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، جدرانها سميكة ومرنة وتتكون من النسيج الضام والعضلات الملساء. دعونا نقارن الآن الشرايين بالأوردة، هل تتوقع بنفس السماكة؟ طبعا لا، لماذا؟ لأنها ليست معرضة لضغط أو ضخ الدم، وبالتالي فهي أقل سماكة. هذا واحد. اثنين، من حيث نقل الدم، تنقل الدم من وين لوين؟ إذا كان الشريان من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، فالوريد يحدث العكس أو يقوم بالعكس، الوريد يقوم بنقل الدم من جميع أنحاء الجسم إلى القلب، عدا وريد واحد ينقل الدم المحمل بالأكسجين من الرئتين إلى القلب. طبعا هذه الأوردة تتميز عن الشرايين بوجود صمام، بحيث أنه يسمح بحركة الدم في اتجاه واحد فقط ولا يسمح بالعودة. مكون أيضا من نسيج ضام وعضلات ملساء لكنها أقل سمكا من الشرايين. إذن الأوردة أوعية دموية تعيد الدم إلى القلب، تعيد الدم إلى القلب، تحتوي على صمامات، وهذه جدا مهمة، لاحظوا موجودة فقط في الأوردة ولا توجد في الشرايين، تضمن تحرك الدم في اتجاه القلب، يساعدها في ذلك عضلات هيكلية أقل سمكا من الشرايين. النوع الثالث من الأوعية الدموية بعد أن تكلمنا عن الشرايين والأوردة هي الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية تتكون من نسيج رقيق جدا، يعني طبقة واحدة فقط من الخلايا. طبعا الشعيرات الدموية لماذا تتكون من طبقة واحدة؟ لأن هذه الشعيرات هي التي تتعامل بشكل مباشر مع الخلايا، وبالتالي هي التي تعطيها ما تحتاج إليه من أكسجين وغذاء أو تأخذ منها الفضلات، وعلشان تتم عملية الانتقال من الشعيرات الدموية إلى الخلايا يجب أن تكون رقيقة ومكونة من طبقة واحدة. فالشعيرات الدموية رقيقة جدرانها، يبلغ سمكها خلية واحدة فقط للسماح بعملية الانتشار للمواد، الانتشار يعني تنتقل منها إلى الخلايا والعكس من الخلايا إليها، اللي هي عبارة عن الفضلات. نأتي الآن إلى القلب. طبعا مو بغريب عليكم القلب، عندكم خلفية عنه في دروس سابقة. القلب كما تعلمون عبارة عن عضلة موجودة في الصدر، هذه العضلة تقوم بدور جدا مهم وحيوي لبقاء الكائن الحي على قيد الحياة. الدم هذا يستطيع أن يضخ القلب إلى جميع أنحاء الجسم، طبعا أتكلم عن ذلك في الحالة الطبيعية. علشان القلب يستطيع ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، نلاحظ سبحان الله تركيبه، يتكون من كم حجرة أو من كم غرفة؟ طيب نشوف، هذه واحدة، هذه اثنتين، وهنا ثلاثة،
وهنا الغرفة الرابعة. إذا يتكون من 4 حجرات، هذه أول نقطة. قلب الإنسان يتكون من 4 غرف أو 4 حجرات. ما اسم هذه الغرف أو الحجرات؟ غرفتين موجودة في الأعلى الغرف هذه، واحدة منها سميناها الأذين الأيمن والأخرى الأذين الأيسر. إذا اللي موجود عندي فوق في أعلى القلب هما الأذينان، بينما بقية الغرف الموجودة في أسفل القلب أطلق عليها اسم البطين، وطالما أنها ثنتين أو اثنتين نسميها البطينان، واحدا نسميها البطين الأيمن والآخر نسميها البطين الأيسر. إذا عضلة في الجسم تتكون من 4 حجرات، هي الأذين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيمن والبطين الأيسر. القلب يقوم بضخ الدم في 3 دورات، سبحان الله العظيم، في 3 دورات. يعني ضخة القلب للدم تكون لثلاثة أشياء. يضخ الدم في دورة من القلب نفسه إلى نفسه، يعني من القلب إلى عضلة القلب، من داخل القلب إلى خلايا القلب. هذه الدورة نسميها الدورة القلبية، طالما أنها من داخل القلب إلى كل أجزاء القلب وخلايا القلب وعضلة القلب نسميها الدورة القلبية. طبعا القلب عبارة عن خلايا، ومن المؤكد أنه يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى أكسجين، فلا بد أن الدم يصل إليه. صحيح أنه هو الذي يضخ الدم، ولكن أيضا يضخ لنفسه لخلاياه، لأن خلاياه بحاجة إلى طاقة. إذا الدورة الأولى إجابة لهذا السؤال، ما دورات الدم؟ الدورة الأولى نسميها الدورة القلبية، وهي من القلب إلى القلب. أما الدورة الثانية فهي تكون من القلب إلى الرئتين. طيب، في هنا عدة نقاط يجب أن نركز عليها. طالما أنها من القلب إلى الرئتين، ترى لماذا يضخ الدم القلب إلى الرئتين؟ طبعا أكيد الرئتين مثل القلب تحتاج إلى طاقة، لكن إيش الهدف الأساسي من ضخ الدم إلى الرئتين؟ يا سلام عليكم، من أجل تنقيته من ثاني أكسيد الكربون. إذا القلب يضخ الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين لكي تتم تنقيته، ويستبدل في نفس الوقت بغاز آخر هو الأكسجين. فإذا تم استبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، فإن الدم يعود مرة أخرى إلى القلب، وبالتحديد في الأذين الأيسر، ومنه إلى البطين الأيسر علشان يتم ضخه إلى كل أجزاء الجسم. إذا انتقال الدم من القلب إلى الرئتين ومن ثم إلى القلب مرة أخرى، من القلب إلى الرئتين، نسميه الدورة الدموية الصخرة، التي أطلق عليها اسم الدورة الرئوية. إذا الآن تعرفنا على دورتين، الدورة القلبية من القلب أو من داخل القلب إلى كل خلايا القلب، وكذلك الآن الدورة الرئوية والتي أطلق عليها اسم الدورة الدموية الصغرى. طيب مين يقول لي إيش اسم الدورة الثالثة تتوقع؟ مؤكد، طالما أن هذه سميت بالصغرى فالدورة القادمة هي الدورة الدموية الكبرى. لاحظ كلمة الكبرى، يعني من وين لوين. يلا نشوف الصورة مع بعض. أيوة، من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، من القلب إلى جميع أنحاء الجسم. هذه الدورة نسميها الدورة الجسمية. الدورة الجسمية يعني تشمل كل أجزاء جسمك، ولذلك نسميها الدورة الدموية الكبرى. إذا دورات الدم 3 دورات، مرة أخرى: الدورة القلبية، الدورة الثانية الدورة الرئوية من القلب إلى الرئتين، ثم يعود مرة أخرى من الرئتين إلى القلب، سميناها الدورة الدموية الصغرى. أما الدورة الثالثة فهي الدورة الجسمية، وهي من القلب إلى جميع أعضاء الجسم، وأيضا سيعود الدم من أعضاء الجسم إلى القلب.
طيب لعلنا وصلنا إلى نهاية الدرس، نأخذ تقويم ختامي لما سبق أن قدمناه من معلومات للتأكد من استيعابكم لذلك. يلا حاولوا معي الآن في الإجابة أو في إكمال الفراغات الموجودة أمامنا. أكمل الفراغات التالية: فصائل الدم، طبعا عرفنا فصائل الدم كم فصيلة، 4 فصائل، أمراض الدم، الأنيميا وفراغ. عندي هنا فراغ، خلونا نبدي نحاول الإجابة على هذا الفراغ، وتحته يشير إلى القلبية الرئوية الجسمية. ترى ما الذي يجب كتابته هنا علشان يتناسب مع هذا المحتوى الذي ذكرناه؟ القلبية الرئوية الجسمية هذه سميناها بدورات الدم، أحسنتم، دورات الدم. إذا الدورات الدموية زي ما ذكرنا 3 هي الدورة القلبية والدورة الرئوية والدورة الجسمية. طيب نرجع هنا، هذا كامل اللي هو فصائل الدم 4، أمراض الدم نوعين، الأنيميا و، يلا نكمل هذا الفراغ. من يقول ايش اسم المرض الثاني الذي يصيب خلايا الدم البيضاء؟ أكيد كلكم عارفين هي اللوكيميا، أحسنتم. إذا الأنيميا واللوكيميا. طيب نجي إلى الأوعية الدموية، قلنا الأوعية الدموية 3 أقسام أو 3 أنواع، هي الشرايين والأوردة و، ها؟ دقيقة جدا، تتكون من خلايا من طبقة واحدة فقط، أحسنتم، منها الشعيرات الدموية. إذا والشعيرات الدموية. أخيرا القلب يتكون من حجرات هي الأذينان والبطينان، يعني أذين أيمن وأيسر وبطين أيمن وأيسر، كم عددها؟ إذا القلب يتكون من 4 حجرات، 4 حجرات. تعلمنا اليوم في درسنا اللي هو في جهاز الدوران الجزء الثاني فصائل الدم وأمراض الدم والقلب، وكما ذكرنا سابقا فإن فصائل الدم عبارة عن نوعين من مولدات الضد أو البروتينات موجودة على أسطح كريات الدم الحمراء مختلفة، أحدهما يرمز له بالرمز A والآخر B. أيضا تكلمنا عن أمراض الدم وقلنا أن هناك نوعين من الأمراض بشكل عام، هي الأنيميا اللي هي فقر الدم وهذه تصيب كريات الدم الحمراء، اللوكيميا وهو يصيب خلايا الدم البيضاء، الدورات الدموية 3 دورات، الدورة القلبية والرئوية والجسمية، الأوعية الدموية 3 أنواع، وعرفنا إيش الفرق وإيش الوظيفة لكل من الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. أخيرا قلب الإنسان والقلب يتكون من 4 حجرات وسميناها الأذينان والبطينان. آمل أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيدكم للاستزادة حول هذا الموضوع. بإمكانكم العودة إلى موقع شركة تطوير للخدمات التعليمية من خلال موقعها على الانترنت، أو بمتابعة الحساب على تويتر من خلال هذا العنوان التالي، أو بالاتصال بشكل مباشر من خلال هذا الرقم. أرجو أن تكون قضيتم معنا وقتا ممتعا، حتى ألقاكم إن شاء الله في درس قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.